مرحبكم ومرحبا بكم على قناة الجنوبية. أحبائي قناة الجنوبية، جمهور قناة الجنوبية، مرحبا بكم في تفريكة مع معز دبش ومعز الوردية. يهودي يهودي اسمع الاسم وربي يشفي القسم. مش تواكبونا طيلة أيام رمضان الكريم مع كاميرا خفية عنوناها باسم تفريكة. تفريكة معناتها حاجة جديدة. مثلا الحلقة الأولانية قرب الانتخابات البلدية بيامات، امشينا قصدنا ربي معنا محمد بوليل مترشح للانتخابات زعما هكا ولا معز؟ عملنا كما قال اخونا معز قبل الانتخابات البلدية بشوية، وعملنا كورتاج هكا كراب وكرابة مضخمة وطبال وزكار وجو. يا معز يا معز ما تحرقنيش الحلقة. مشاهدة طيبة للجميع وشاية طيبة. من منطقة من هنا؟ لا مانيش من هنا، سرح سرح سرح. ايه عندك القريش المتابعين. ايه ايه تنجم معناتها تضمن اصواتكم في الانتخابات وكلها نعاونوك وكلها كذا. نعم تعاونوه. ايه ياخذ لك حقك من المواطن مد من الوالي هذا يواصل هنا بالبي ام نتاعو. غلب عليك غلب عليك المواطن مد المال اللي مشوا له يقول الجبرة تهون يحرق ويقول برو. واش تحب انت؟ عندي طرف وطن تعرك عليها انا واحد هي بس هاي. هو حط علي بالصبع هاي مشيت نشكي لك. مزمر عليه اليوم. جاك الهلال، هو اسمه بوهلال، سي بوهلال هذا جاك الهلال ليدك انت. الله غير انت استغل فرصتك. الله يبارك باهي. الله يبارك كل انا سمعت بيك. سلام عشنا الاحوال عشنا الاحوال بس عليك نهارك سي بوهلال ربي يشدك في صحتك يا سي بوهلال. اسمعني يا حاج اسمعني يا حاج اسمعني يا حاج بالبي اسمعني بالبي يا حاج هذا يا سي بوهلال مترشح ان شاء الله بحول الله كان ربي سهل مش يولي يحكم هو مش يولي يحكم ربي سهل لا انا احكم بالحق هذا بالحق علاش جينا المناطق هذه خاطر ان المناطق هذه مش ماخذه حق يا صحه ما مشيناش للعاصمه هذول الكبيره جينا للناس يحب يدخل معناتها برجال هالبلاد يصوتوا لنا المنطقه هذه يا اخويا وكل حاجه بلاصتها ونخدموكم واللي لازم نعملوكم اخويا الناقص في المنطقه هذه يعطيني شنو ناقصينكم انا باش توصل بوسطه كياس ضو الكياس احنا عملنا دوره وشفنا الحاله شي 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 شفنا الكير شفت منا لحال جبل هذاك اي وحاله باش حق وانت تقرب خلال الانتخابات تجونا باكري شبيكم ما جيتوا طليتوا علينا برا صلي على النبي تبعك الحاجه ذا دا اخوي ما نعرفهاش برا برا خلنا نحكي مع انت انت باكري جوشي هذا لا ما جوش برا يا كيفاش جو كان اليوم تشبيك دخلت توا كاك ما جيتوش حاج مش كنت متعدي اي ما بكري ما كنت اوجو على الانتخابات بكري ما يجوش يا ودي الانتخابات ما ترفضوا جو انت انت ريتنا قبل ريتنا قبل انا جيت ناس اخرى ما جاتش قبل لا امتى جيتوا ما جيتوش بكري اول ناس جينا ما عندهمش الدراوين منين يقروا من يحيى بوهلال يحيى بوهلال ان شاء الله ربي يفضل ربي يفضل ربي يفضل الله يخليك برا 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 ما تبطلهاش برا اقصد ربي برا انا تعرفوا حاجه ذا لا يود انا بالفلوس تخلى لا يود الشاشي انت ولد الشاشي يا حاج ايش 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 ساسي برا هي برا الله يحييك يا سي بوهلال الله يحييك عرف لا اقول ان شاء الله رسول ما تحيش الله يحييك كان مش مهم معكم موتى مهم معك مهم معكم موتى تقول في ربي لكم برا برا متبرع تبرقين لله تعالى برا وين نمشي تحب تو برا ايش تحب؟ قلت لك مات برا لو 10 20 ايش تحبها؟ ايش تحب تو انت عبدت خلينا نحكم مع الناس انت حسبتك يا ربي ناب عليا برا برك برا يقول لك كلمة الله يد 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 نعطيه لا لا يد يرحم والديك ضرب فيه حاجة يجيب لنا أصوات هذا يا ودي يزعل عليك اعمل عقل دبر علي يا ودي اعمل عقل لا لا نعطيه يا ودي يزعل خليه ياخذ ناي شيء مكويس يزعل يرحم والديك تضمن فيه يا حاج يجيب لنا اصوات ولا ما يجيب لك قالك ما تعطيش وقالك ما نضمنش فيك بارا سي علاه علاه خودي هجوا الراجل هذا هاني مشيت علاه 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 سي علاه علاه ترى خود غير سي هكاك سامر سي علاه سي ترى خود غير فكوني سوالف علاه
او دير علي الرجل كل السؤال حرام علي برا 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 سيب ايش قلت برا خوه سيب هات سيب برا تحيل هاي هاي امشي امشي منظرك من هنا جيبوا الحرس ونجوا هاي هاي برا هاتوا الدربي هاي جيبوا لنا والله انا ما بفتح الدربي هاي هاي ها شوف المركز معنا ها شوف المركز الراح الراح يا ودي ايش ها من معنا شوف المركز لا ها معنا ايش ها ودي الراح الله ايش ها تخزر لنا تخزر لنا هاي جاهز انا بس ياخذ فلوس هاي 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 مش هذا مش هذا مش مش هذا فلوس شو فلوس يا شو فلوس حتى المركز صار بفلوس يا حاج هاي بلادك كلها تحب الفلوس يا حاج يا حاج فمش عاشر حابين ان نضحكوا ونبصروا معك شويه ونفتكوا معك في الكاميرا الخفيه كاميرا خفيه على قناه الجنوبيه على قناه الجنوبيه ان شاء الله بنشوفها في رمضان باي 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 عليك ايش 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 رجع على فلوسك طول في عمرك ها ولد بلادك كاميرا خفيه انت يقصد كان عندكم مشاكل بتاع التنميه في المنطقه بتاع كياسات بتاع مستوصف اطلب 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 الروح اطلب كلها عاودنا وكذا ورانا فهمني مرحبا بيك وكذا نسال لاباس عليه الخير العينين بالبيان نتاعو عليك السلام شنو احوالك يا بابا؟ هاي سلام تفضل سي ابو علاء هذا انسان ناس طيبه مرحبا شو اسمك انت يا حاج؟ محمد 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 بن شنو؟ حاج عبد الله محمد حاج عبد الله اصيل اصيل المنطقه ويعرفها نخبه نخبه حفره حفره ودار دار شو احنا تو باش نعطيك اعانات لعائلات مبدئيا 3 4 5 عائله نعطيهم 300 400 دينار كل عائله مبدئيا ومن بعد نعملوا برنامج تاع شهريه قاره شكون شكون النجم نعطوا يلزم انسان ود المنطقه وباش نعاونوك حتى انت شب الحنوت ها ها مقابل كريتها اي ثم عائلات الماوزه اي ثم التنظيم مش من العائلات الماوزه تعرفني انا نعرفك يا ولدي ما انا ما نعرفكش انت مش انت تعرف هو ما نعرفك انت منين؟ منين انت؟ من نسكت دربت دبرت يا هاك يا هاك دبرت راسك طبعا لا على ضمانتك انا مش نعطيك يوصلها يا اخي مش عطيني مزيه انت من عندك هو يا ولدي سلمني انت تو برا بعد هذه فكره انا من زي من عندك انت من زي ولا من عندي من عندك انت هو مش عطيني ها قلت لي ما يعطيني يا حاج يا حاج يعطيني اسمع في ضمانتك انت نعطيه ولا عقل عنا زوالي انت زوالي يا عالم عالم بنعشق مش يا حاج ها هو مولاها تو يعاونه مولاها ما انا تقول سارح ها قلت بتاعي هي ها هو مولاها انا كمولاها عرق كبير سامحني يا حاج يا حاج يا حاج فضماتك الشهاده لحظه هادي لحظه يا تو الشهاده من دي كان ولد بلاد خلنا نعطيك يا ودي ما نعرفهاش يا ودي اول مره وريت الحاج ما نعرفهاش بس برا سامحني يا ولد بلاد كيفاش مش ولد بلاد ولا شفت فيها السوارد قلت مش ولد بلاد برا السوارد قلت لك تعب علي برا تو نعطي يا اخي انت كي دبرت راسك في الثوره هناك انا دبرت راسي يا اخي الثوره اللي سردتها انا ما غلط انا ما بيش نقول عليك برا قول ها ودي برا قول نقولش عليك ما بيش نقول عليك سرقناها ايه سارقينها سارقينها انا ما بيش نقول عليك برا قول انت واولادك ما بيش نقول عليك اسمع 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 انا مش تعطيها على ضمانتك ما هو جيب الحقيقه وحقيقه ربي شدها اها تربي جيبها يا ها لحظه يا ها يا اسمل سوق البلاد حل مش نعطيه ولا يا اسمل سوق هذا بتاكل ها برا برا صار شنو شنو بر شنو بر صلي شنو بر انت في شنو بر صلي فوتاك انت صلي على النبي برا شنو بر سبت خليني برا دخلت صلي على النبي هدي شنو بر برا شنو تشبيك انت واش بك بس عارف على الفلوس صلي على النبي بس عارف على الفلوس علاش ساحت في لا عجبك شي تو علاش ساحت في ولا علاش ساحت في حاج سماك ربي يا حاج سماك ربي يا حاج يا حاج سماك ربي جمع سي جمع يا خوت خذ خذ الفلوس شد تا من هو هذوك من عندنا ما نسيبوا ولا نسيبوا دار هم مش عاونوا باش نعملوا لك توا شنو اخ طلعت ولد بلاد حاجه معانا ان شاء الله برا 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 حاج تشطح الفلوس تشطح برا برا حاج Hey, 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 h
باش يعطيك الصحة شاركت معنا في الكاميرا الخفية. باهي. ها هو ها هو. إن شاء الله تتفرج فيها في رمضان يا حاج. هذه كاميرا خفية على القناة الجنوبية. أنت يا خويا كي تنجم توصلوا كونتاكت مع بيهد تنجم كذا. هذا نجم معطل هذا سالي. سيبو ليه السلام. مرحبا اخويا. مرحبا. عايشك. سيبو ليه الهو شاب من شباب تونس. ما شاء الله معناتها الانسان يخدم في الفلاحة في دومان الفلاحة. ما شاء الله. فهم. نحبوا هكا خاطر هي المنطقة منطقة فلاحين نحبوا ناس في المنطقة يفهموا شنو النواقص تاع المنطقة ذي شنو يلزمهم نحبوا ناس زاد يعاونونا في حملتنا الانتخابية باش نجموا ناخذوا المنطقة. هاي. ثقافة هامة عندك شوية ثقافة هامة. فعلا عيد الاستقلال وقتاش؟ ما عيد الاستقلال ينجم يعاد يروح عيد الاستقلال يعرفوا مارس وقت استقلت تونس مارس 20 مارس هاي هاي ها ما شاء الله عليك 56 20 مارس 56 هاو يعرفوا هاي بركة عيد المرأة مش علي فكرة عيد المرأة في قوت 13 قوت ها يا سيبو ليه لا احنا رانا اولاد بلاد وقادرين باش نخدموا البلاد نعم وهو نعم قادر نعم ما غير نعم ما تكثر له بلاصه لا برشا وتصعب له راه ما لا سؤالات عاديين وتبارك الله عليه اسئله حاطه في الكوره ما هو بكره الكوره مش مغروم باهي تونس ترشحت انت تعرف ترشحت تونس باش نشوفوا انتماءاته السياسيه افكاره السياسيه انت ضد الراجل في اربعه ولا مع يعني توافق انه الراجل في اربعه نساء في تونس ولا لا فكرتك معناتها يا اخي الدين ينجم يخرب يا اخي انت الشارع عربي واش الجلد هذا اما ام المواطن واش قادر باش يعيش اي يعطيك الصحة نحن الواه موجودين باش مالك هكا ميتين اكثر اصوات لازم ماكلتهم لازم شرب لازم مصروف كله لازم مصروف هو منعطوهم مصروف لازم ماكلتهم لازم شوفوا معناها طول الحملة معناتها لازم شنو لازم تصرف باش نجيبوا ال 100 صوت باش نعرفوا برنامجنا باش نعرفوا ميزانيتنا باش نعرفوا قداش نعطوك اخويا الاصوات اقل حاجه خدها فلوس لا حتى شيء ما نحبش يجي واحد اخر لهنا انا ما نعطيش فلوس وهو يعطي ويربح هو الاصوات نحب نضمن الاصوات فلوس ما يهمنيش كيفاش تضمنهم غير ما توكلهم وتشربهم واحد نجمو صوت يصوتوا بغيرها بركه ينجموا يصوتوا اه السيد كان يسب فينا ب 20,000 ولا يحيى سيبوه ليه شحنا في عائلتك شحنا في عائلتك ابار عائلتك تضمنهم نضمنهم باش باش تضمنهم ما هو لازم فلوس لا ما غير فلوس بالله خو يسحق خو تعطش خو لا باس عليه هاي خو يخدم عندي خو قال لك خو معرس وظروفه تعبه يخدم لا باس عليه خو لا مش يخدم مش يخدم فين يخدم علاش الدرب فين يخدم فين يخدم علاش الدرب علاش مش ما قلت لك يخدم من النهار يخدم ايه النهار لا تسامح لي هو يشات هو سامح لي هذا وضح لنا النهار يخدم ونهار ليه هذا ولا ما يخدمش سامحني النهار يخدم ونهار ما يخدمش كيما نقولوا لا قاعد خدمه كيما نقولوا ما معناها قارة مترسم انت خاطر قلت ما يخدمش خوف تو طلع النهار يخدم ونهار ليه جيب حقيقه هو يشات ولا لا لا ما عنديش صلي عني بيا اللهم صل وسلم على محمد تبارك الله عينك وتنكر لا شنو انت ما تقول لي انت برا ندخل المنطقه واصل كذا عند لا انا هو شادي ما نكرش هذا ما نكذبش خو نعطوه خدمه والا نشوفوا غيره خوك انت من باباك واصلنا سن بارك صلي على ولا فاهم باباك ترى ايش يا تو حاج دخلت هكاك يا حاج دخلت هذا فرندس ولا حديث تو ايش شارك معنا هذيا عرق عليك السيد على قناة الجنوبية ان شاء الله تفرج فيها في رمضان